ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات بالمجمل. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذن يعني هذا الحديث من أمام أو المحضر للفيدرال الأمريكي أمام الكونغرس، وحديث جو بايدن أيضا حول التوقعات بالركود الاقتصادي أضعف من عمل الدولار من مؤشر الدولار قليلا، لكن يبقى ضمن أعلى المستويات. ما هي التوقعات لأداء الدولار؟ هل وصل فعلا إلى أعلى قمة من الارتفاع؟ نهاركم سعيد. حتى هذه اللحظة لا يوجد ما يثبت بأن الدولار وصل إلى ذروة، بل إن ما نشهده حاليا هو عبارة عن تصحيحات هابطة مرتبطة مع بعض المستجدات الطفيفة التي كنا نعلم عنها بالفعل، والتي أكدها يوم أمس رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمام لجنة البنوك في الكونغرس الأمريكي، عندما أشار إلى احتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي في ظل رفع الفائدة الذي يتوجه له الفيدرالي في سبيل خفض معدلات التضخم. الآن بالنسبة للدولار الأمريكي يجب أن نعلم شيئا مهم، إنه عندما يدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود هنا يكتسب الدولار قوة، لكن بفترة ما قبل الركود بقليل ينخفض الدولار بشكل طفيف، لأن الركود الاقتصادي قد يدفع المستثمرين للتخلص من الأصول مرتفعة العائد ذات المخاطرة أيضا المرتفعة والتوجه إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن. بالتالي ما نشهده حاليا من انخفاض في الدولار الأمريكي يعتبر تصحيح، وأكبر إثبات على ذلك هو فروقات عوائد السندات السوقية بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول مثل أوروبا والاتحاد الأوروبي، اليابان وغيرهما. وبالتالي أعتقد بأن الدولار الأمريكي حتى لو بقي في مراحل التصحيح الطفيفة الحالية، لكن الاتجاهات الصاعدة الإجمالية ما تزال قائمة، خصوصا مع تصريحات جديدة صدرت يوم أمس من 2 من أعضاء الفيدرالي الأمريكي غير رئيس الفيدرالي، والتي تم الإشارة فيها إلى احتمالات رفع الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة. نعم سركيس، لكن من الملفت خلال تعاملات جلسة يوم أمس صدارة الين الياباني، لاحظنا حالة من التراجعات بشكل كبير لأداء الين مقابل الدولار، وظهر بالأمس حالة من التحرك في ظل السياسة المتبعة من المركزي الياباني. هل نتوقع استمرار الضغوط على الين في ظل هذه المعطيات المتوفرة في الأسواق؟ بالفعل هنالك توقعات كبيرة بأن تبقى الضغوط الهابطة على الين الياباني. لو نظرنا حتى للارتفاع الطفيف الذي شهده الين الياباني هذا اليوم مقابل الدولار، ما زال الين الياباني قريب من أدنى مستوياته منذ عام 1998. هذا يعني بأن حتى لو ارتفع الين الياباني قليلا أمام الدولار، هذا بفعل الانخفاض الذي تعرض له الدولار على مدى تداولات يوم أمس، لكن يبقى الين الياباني ضعيف جدا. أود أن أشير إلى أن فرق عوائد السندات الأمريكية عن اليابانية أمد استحقاق 10 سنوات يستقر أكثر من 300 نقطة أساس. هذا يوضح لنا مقدار الفرق الكبير بين فوائد بنك اليابان المركزي والاحتياط الفيدرالي الأمريكي. طبعا هذا لصالح سندات الولايات المتحدة، مما يبقي الكفة الراجحة للدولار الأمريكي أمام الين الياباني، مما يبقي على الضعف. لكن يجب أن نراقب أي تصرفات من حكومة اليابان أو بنك اليابان المركزي لإيقاف انخفاض الين الياباني، وما لم يحصل ذلك فاحتمالات الانخفاض في الين ما تزال واردة، وقد نشهد وصول الين أمام الدولار إلى 138 ين لكل دولار أمريكي واحد. نعم سركيس، أيضا من الملفت بأن يعني كانت التوقعات فيما يتعلق بالفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، تأثر مؤشر الدولار ارتفاعا وأيضا يعني تفاعل بشكل مسبق، لكن عن اليورو في المنطقة الأوروبية التوقعات تشير بأن المركزي الأوروبي يقوم برفع 50 نقطة أساس، لكن اليورو يبقى ضمن المنطقة المتراجعة حتى مع اتخاذ هذا القرار. هل سيصعد اليورو مقابل باقي العملات؟ قبل حوالي أو أقل من 10 دقائق من الآن صدرت بيانات اقتصادية من ألمانيا، وهو الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، هي بيانات مؤشرات مديري المشتريات. هذه البيانات أظهرت انخفاض في نمو قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات أيضا، وظهرت على شكل انخفاض في المؤشر إلى مستوى 52 نقطة. ماذا يعني 52 نقطة؟ هي مستويات نمو ضعيفة جدا، لأنه لو وصل لمستويات ما دون 50 فهذا يعني انكماش. وبالتالي لاحظنا اليوم انخفاض اليورو بعد صدور البيانات مباشرة، وهذا ما يظهر بأن الأسواق المالية ترى بأنه حتى لو رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة قد لا يكون قادر على مواكبة الرفعات الكبيرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
في ظل ظهور ملامح اقتصادية واضحة جدا تظهر تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو. المزيد من البيانات ستصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، وأتوقع فعليا أن تظهر لنا تباطؤ قوي في قطاعات الصناعات التحويلية وقطاعات الخدمات، لتثبت بأن الاقتصاد الأوروبي أو اقتصاد منطقة اليورو وجه الخصوص مهدد بالانكماش، مما قد يحد من رفع الفائدة على مدى هذه السنة، رغم توقعات فعلية برفع الفائدة الشهر المقبل 25 أو حتى 50 نقطة أساس، لكن لاحقا قد لا تكون خطوات البنك المركزي الأوروبي سريعة جدا، مما قد يبقي على التصحيحات الصاعدة لليورو طفيفة، لكن الاتجاهات الإجمالية هابطة على الأرجح مقابل الدولار الأمريكي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه المعلومات.